الو الو، ايوه دينا. ايوه يا ياسر، انت فين؟ انا حاولت اكلمك كذا مره، موبايلك كان بيديني مقفول. طمني عليك. انا الحمد لله كويس، انت عامله ايه؟ انا خرجت من المستشفى في البيت دلوقتي. الحمد لله على السلامه، ده اكتر خبر فرحني. ياسر انا عايزه اشوفك، انا محتاجه افهم ايه اللي بيحصل. مين الناس اللي جم خدوك من المستشفى؟ وبعدين انت فين اصلا؟ دينا مش وقته افهمك كل حاجه، بس لما اشوفك. المهم انا لازم اشوفك باسرع وقت. وانا ما عنديش اي مشكله ان انا اشوفك دلوقتي حالا. قولي مكانك فين وانا اجيلك.